نعرف جميعاً البطل الليبي عمر المختار، إن لم يكن من كتب التاريخ فمن فيلم أسد الصحراء. ولكن ما هي الحرب التي جعلت المختار مقاتلاً؟ إنها حرب وقعت بين إيطاليا والإمبراطورية العثمانية على أرض ليبيا في العام 1911، وكانت تحت سيطرة العثمانيين. في 29 من سبتمبر من ذلك العام، أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية بحجة أنها تستهدف مصالحها هناك، وكان لإيطاليا بنوك ومدارس ورعايا. وكانت إيطاليا وقتها أيضاً تحاول أن تلحق بالأمم الأوروبية التي سبقتها لاحتلال شمال أفريقيا، مثل بريطانيا في مصر وفرنسا في الجزائر وتونس. وبالتزامن مع مهاجمة سفن إيطاليا الحربية لمدن الساحل الليبي، سارع عمر المختار بالعودة من جبهة حرب مع البريطانيين على الحدود المصرية، ليتولى قيادة المجلس الأعلى بعمليات المقاومة ضد الإيطاليين ومساندة العثمانيين. لكن العثمانيين كانوا ضعفاء، حتى أن إمبراطوريتهم عرفت بالرجل المريض، وكانت قوتهم البحرية ضعيفة أيضاً مقارنة بالإيطاليين الذين احتلوا طرابلس والمدن الساحلية بسهولة على يد قوة من 50,000 جندي. وفي محاولة العثمانيين للتصدي لهم، أرسلوا قوة من 50 ضابطاً بقيادة شابين هما إنفر باشا ومصطفى كمال، الذي أصبح لاحقاً زعيم تركيا الحديثة، ليساعدا في إدارة العمليات الحربية حتى تطورت لحرب عصابات أحكمت فيها إيطاليا قبضتها على شمال البلاد، بينما تمركز العثمانيون ومساندوهم من الليبيين من قبائل السنوسيين والقذاذفة في الجنوب الصحراوي. وعندما لم تستطع إيطاليا هزيمتهم، وجهت هجماتها نحو مناطق خاضعة للعثمانيين في موانئ بيروت وسميرنا في اليونان. في هذه الحرب سبقت إيطاليا العالم في استعمال الاختراع الجديد حينها، وهي الطائرة، لتقوم بأول قصف جوي في التاريخ. في الأول من نوفمبر 1911 قام به العسكري الإيطالي جوليو غافوتي بإلقاء 4 قنابل على القوات العثمانية. كيف انتهت الحرب؟ استغلت دول البلقان، بلغاريا وصربيا واليونان والجبل الأسود، ضعف الأتراك الذين وصل نفوذهم لتلك المنطقة قبل أكثر من 500 عام، وبدأت بالتنسيق مع روسيا والمملكة النمساوية المجرية لإعلان الحرب على الإمبراطورية العثمانية. لم يستطع العثمانيون الصمود، فوقعوا في 18 من أكتوبر 1912 معاهدة سلام مع إيطاليا في لوزان بسويسرا، تخلوا فيها عن ليبيا لإيطاليا لتندلع حرب البلقان للاستقلال عن العثمانيين في اليوم التالي. ولكن هذا لم يمنع المقاومين الليبيين من محاربة الإيطاليين تحت قيادة المختار، حتى وقع في الأسر وأهدم عام 1931، ليواصلوا بعده المقاومة حتى نالوا الاستقلال عام 1955.